عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفرق بين العفو والذل درر من أقوال السلف الصالح. الفرق بين العفو والذل، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أن العفو إسقاط حقك جودا وكرما وإحسانا مع قدرتك على الانتقام، فتؤثر ترك الرغبة في الإحسان ومكارم الأخلاق، بخلاف الذل فإن صاحبه يترك الانتقام عجزا وخوفا ومهانة نفس، فهذا مذموم غير محمود. ولعل المنتقم بالحق أحسن حالا منه، قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أصابهم بغي هم ينتصرون، فمدحهم بقوتهم على الانتصار لنفوسهم وتقاضيهم منها ذلك، حتى إذا قدروا على من بغي عليهم وتمكنوا من استيفاء مالهم عليه، ندبهم إلى الخلق الشريف من العفو والصفح، فقال عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. فذكر المقامات الثلاث العدل وأباحه فذكر المقامات الثلاث العدل وأباحه والفضل وندب إليه والظلم وحرمه. المصدر كتاب الروح. درر من أقوال السلف الصالح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكأنه يحكي واقعنا، ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد الأمور العامة والخاصة، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المهلكة. ولما اختلط البغايا بعسكر موسى عليه السلام وفشت فيهم الفاحشة، أرسل الله تعالى عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد 70,000، والقصة مشهورة في كتب التفسير. فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال، والمشي بينهم متبرجات متجملات. ولولا علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعاية قبل الدين، لكانوا أشد شيء منعا لذلك. المصدر الطرق الحكيمية. درر من أقوال السلف الصالح. أخلاق الاختلاف كلام رائع متين متميز. أخلاق الاختلاف كلام رائع متين متميز، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إراداتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه
وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب، وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر ذلك الاختلاف، فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية. ولكن إذا كان الأصل واحد والغاية المطلوبة واحدة والطريق المسلوك واحدة، لم يكد يقع اختلاف، وإن وقع كان اختلافا لا يضر، كما تقدم من اختلاف الصحابة، فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد، وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقصد واحد، وهو طاعة الله ورسوله، والطريق واحد، وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة، والنظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمهما على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة. المصدر: الصواعق المرسلة، درر من أقوال السلف الصالح، المنتقى من الدرر والفوائد. قال الإمام ابن باز رحمه الله يقول: وأما الإيمان بالقدر فيتضمن الإيمان بأمور أربعة، أولها أن الله سبحانه وتعالى قد علم ما كان وما يكون، وعلم أحوال عباده، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شؤونهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله بكل شيء عليم. وقال سبحانه: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والأمر الثاني كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه، كما قال عز وجل: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ إن ذلك على الله يسير. الأمر الثالث الإيمان بمشيئته النافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال سبحانه: إن الله يفعل ما يشاء. إن الله يفعل ما يشاء. وقال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الأمر الرابع خلقه عفوا خلقه سبحانه لجميع الموجودات. الأمر الرابع خلقه سبحانه لجميع الموجودات، لا خالق غيره ولا رب سواه، كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى توفكون. فالإيمان بالقدر
يشمل الإيمان بهذه الأمور الأربعة عند أهل السنة والجماعة، فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بهذه الأمور الأربعة عند أهل السنة والجماعة، خلافا لمن أنكر بعض ذلك من أهل البدع. المصدر مجموع الفتاوى والمقالات للإمام ابن باز رحمه الله تعالى. درر من أقوال السلف الصالح. لا تنسوا إخوتي الكرام الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم بإذن الله يوميا فيديو جديد على منهج علماء السلف الصالح بإذن الله تعالى على هذه القناة، فوائد سلفية مقتطفات من كتب السلف، فوائد نافعة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة